تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح طبعا اليوم يوم جميل. دائما نصبح عليكم مستمعينا بالتفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ البرنامج مستمعينا، أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة أيضا نرحب مستمعينا الأعزاء بمشاركتكم معنا، والاتصال على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما نذكر أيضا بأن الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية الجميع، فلنلتزم جميعا. ودائما نذكركم بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة مستمعينا الأعزاء بفيروس كورونا، الالتزام بلبس الكمامة وبالأخص في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بشكل مستمر، وأيضا التباعد الجسدي بينك وبين الآخرين. خلنا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما هناك أخبار محلية وعالمية نبدأ فيها بهذا الخبر. بخبر يقول 5 أخطاء في إنقاص الوزن لا علاقة لها بالطعام. والخبر الثاني عن خطورة المضادات الحيوية وبالأخص على الأطفال. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتكون إن شاء الله ويانا اليوم زميلتنا اسمها الجناحي. أما فقرة مستجدات كوفيد-19 واليوم تحت عنوان عطلة المدارس، وبنتكلم أكثر في هذا الموضوع عن أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بهذا الموضوع. ومثل ما عودناكم عندنا كل يوم مصطلح طبي، واليوم مصطلحنا الطبي وهو الاستسقاء الدماغي. وأما عن فقرة التغذية، فقرة مهمة اليوم، بنتعرف وياكم مستمعينا الأعزاء عن أنواع الدهون وما هي الدهون الضارة والدهون الغير ضارة على صحة الإنسان. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم فقرة التقنيات الحديثة، ومثل ما تعرفون مستمعينا بأن نحن كل 3 عندنا فقرة التقنيات الحديثة، وبنتكلم اليوم عن تقنية حديثة للتعقيم، وبتكون معنا أخصائية وقائد فريق المستقبل بهيئة الصحة بتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. فهاي كلها فقرات برنامجنا منوعة مستمعين الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ونرجع لفقرة الأخبار، وخلنا ناخذ الخبر هذا عن خطورة المضادات الحيوية على الأطفال. حذر باحثون من مركز مايو كلينيك الطبي الأكاديمي وجامعة روتشيرز في الولايات المتحدة الأمريكية من أن الأطفال دون 2 الذين يتناولون مضادات حيوية معرضون لخطر كبير للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة. طبعا دائما مستمعين الأعزاء، يعني أخذ المضادات الحيوية لابد أنها تكون يعني بعد استشارة الطبيب،
هي مضرة طبعا ولها أعراض جانبية على الجميع سواء الكبار أو الأطفال، ولكن الأطفال أكثر خطر عليهم لأن يصابون ببعض الأمراض المزمنة. ومن الأمراض هاي أوضح الباحثون في دراستهم اللي تم نشرها في دورية مايو كلينيك بروسيجرز أن هذه الأمراض تشمل طبعا أمراض الربو أو بداية مرحلة الربو عند الأطفال، والحساسية التنفسية، وأيضا بعض الأمراض الجلدية ومثل الأكزيما، وطبعا السمنة واضطراب فرط النشاط المرتبط بنقص الانتباه. فدائما نحن ننصح بأن أخذ المضادات الحيوية مستمعين للأعزاء لابد أن تكون من الطبيب المختص، لأن إعطاء المضاد الحيوي للإنسان اللي يحتاجه سواء الكبير أو الصغير يكون مبني على دراسة علمية على مستوى كتلة الجسم، الطول والوزن والجرعات المناسبة، على أساس أنه ما يكون هناك في إفراط في أخذ المضاد الحيوي أو بعض الأعراض الجانبية. ناخذ معكم مستمعين فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها اليوم مع زميلتنا أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بنور وسرور أخي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة، ونحن قلنا اليوم في بداية اليوم يوم جميل أختي أسمى وطاقة إيجابية إن شاء الله. صراحة الجو يساعدك على الطاقة الإيجابية. صحيح. ناخذ بعض الأشياء الفارغة في قنوات التواصل الاجتماعي. من أهم الأخبار اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي هي أن هيئة الصحة تطلق الدورة التاسعة لحملة دمي الوطني، وهذه الحملة أخوي عبد الله تصير بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، هي حملة سنوية وهذه السنة التاسعة على التوالي. الحملة تستهدف المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وأيضا كافة أفراد المجتمع من خلال موقع مركز بيت التبرع بالدم في خيمة في مستشفى لطيفة، أيضا خيمة كبيرة لضمان التباعد والإجراءات الاحترازية، وأيضا في باصات تبرع بالدم وأيضا حملات في المؤسسات. الحملة تستمر لين 10 ديسمبر. تفاصيل الحملة موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا نحن ما زلنا مستمرين في توعية المجتمع حول كل ما يتعلق بمرض السكري، وكنا نتكلم يوم أمس عن التغذية لمريض السكري، وكانت معنا دكتورة دينا يونس أخصائي تغذية أطفال في مركز دبي للسكري. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا يعني حاطينها هي صحة دبي بالأرقام، و 2236 عدد الأطفال الخدج اللي كانوا من بداية هذا العام حتى الآن. طبعا نحن عندنا يعني على مستوى الدولة أكبر مراكز أو قسم الخاص بالعناية بالأطفال الخدج على مستوى الدولة. أيضا من ضمن الأشياء نحن مستمرين في الفعاليات الرياضية الموجودة في الهيئة بشكل يومي ومستمر، وهذا عشان تحديد بين اللياقة، ونحن ندعو الجميع أن ما باقي يعني إلا كم من يوم. نتمنى من الجميع الالتزام بالتمارين الرياضية مو بس خلال فترة التحدي، لكن حتى بعد التحدي نستغل إنه صار يعني تعودنا على هاي التمارين الرياضية أو الخطوات اللي نمشيها يوميا ونستمر فيها، لأن هذا هو نمط الحياة الصحي. في النهاية نتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية مثل لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين أو تعقيمهما بشكل مستمر. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الزميلة أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، بما أن نحن ما زلنا يعني في شهر نوفمبر وهو شهر المعروف بالتثقيف بداء السكري، ودائما نحن نقول للناس اللي مصابين بداء السكري مهم جدا بأن يدير المرض هذا بشكل ذاتي. كيف يقدر يدير المرض هذا بشكل ذاتي؟ بحيث أنه لابد أنه يتثقف. وداء السكري ومرض السكري مستمعين الأعزاء لا يتم علاجه فقط بالأدوية، يعني الدواء والتشخيص جانب، ولكن في جوانب أخرى مهمة جدا. ودائما نحن نقول الجانب الغذائي مهم، الدوائي مهم، الرياضة مهمة، الفحوصات الدورية مهمة، جانب التغذية مهم، جانب النفسي مهم،
الجانب الغذائي، معرفة الوجبات الغذائية، معرفة كمية الكربوهيدرات، معرفة التنويع في الغذاء مهم جدا، على أساس أنه دائما يكون يعني الواحد ياخذ كمية الغذاء اللي يحتاجه جسمه. الرياضة أيضا تلعب دور كبير جدا في الحفاظ على مستوى سكر منتظم في الجسم. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسعادة، ولكن بناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء، ودائما نحن نقول خلكم مع صحة وسعادة، وبعد الفاصل فقرتنا الثانية اليوم عن كوفيد-19 وعطلة المدارس، خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا رحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا اليوم عن كوفيد-19 وعطلة المدارس، ومثل ما تعرفون مستمعينا مع اقتراب عطلة المدارس، وطبعا الكل يرغب سواء يعني أولياء أمور أو الناس ترغب بالخروج مع أطفالهم من المنزل في، وطبعا ظل استمرار تفشي جائحة كوفيد-19. الموضوع طبعا مهم، واليوم بنتكلم في تفاصيل هذا الموضوع عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب مراعاتها عند الخروج من المنزل. معنا اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور دكتورة، نحن طبعا شاكرين جهودكم صراحة في موضوع يعني تثقيف أفراد المجتمع عن كوفيد-19، والأخص دكتورة بخصوص الإجراءات الاحترازية، ومثل ما قلنا يعني ما زال التفشي الجائحة، ولكن الأجواء طيبة هالأيام والكل حاب إنه يطلع، وبالأخص مع الأطفال. دكتورة لو تكلمين عن ما هي الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي يعني يجب مراعاتها، وبالأخص عند الخروج من المنزل. طبعا احنا كلنا نعرف احنا حين دخلنا موسم الشتاء والجو بدأ يعتدل، واقتربنا من اجازات الاطفال، والكثير من الاهالي حابين ان ياخذون اطفالهم في رحلات او يونسونهم شوي في اجازتهم، خصوصا يعني يمكن شوي السفر واجراءات السفر شويه مو مثل قبل. فيعني اهم شيء ان قبل ما الشخص يخرج من المنزل يتأكد أنه ما عنده أي أعراض تنفسية أو ما يعاني من الحمى وما إلى غير ذلك، لأن إذا الشخص عنده هاي الأعراض إحنا دائما ننصح أن أنتوا تظلون في بيوتكم إلين ما تصير حالتكم أفضل وما تكون عندكم أي أعراض، حفاظا لسلامتكم وسلامة الغير طبعا. ثاني شيء ما ننسى أن دائما أذكر الثلاث الإجراءات المهمة جدا أنك أنت تحرص على اتباعها طوال فترة تواجدك خارج منزلك. أولا ترتدي كماماتك، الكمامات لازم ترتديها بطريقة صحيحة، تختار الكمام المناسب لطفلك، يعني ما تاخذ الكمام الكبار وتلبسه لطفلك، أكيد ما راح يكون مناسب لحجم وجهه، ما راح يكون يحميه بطريقة صحيحة. الكمامات للأطفال إحنا ننصح أن يرتدونها فوق 6 سنوات وطالع يعني. صحيح. فأنت أحرص أنك أنت تختار الحجم المناسب لكمامة طفلك، وتوعي طفلك ليش هو لازم يرتدي هذا الكمام، يعني لازم نخبره عن الوضع الحالي. التوعية مهمة حتى للأطفال بغض النظر أن إحنا نشوفهم صغار أو مو صغار. صحيح. لكن لازم إحنا نشرح لهم ليش إحنا يعني نطلب منهم يرتدون كماماتهم.
وبعد مهم جدا نعلمهم كيف يلبسون كماماتهم بطريقة صحيحة. عبد الله صحيح. يعني لازم الطفل يعرف كيف يلبس كمامة، كيف يتخلص من الكمام. وبعد نذكرهم النقطة الثانية إن الحفاظ على مسافة كافية بينه وبين الآخرين طوال فترة تواجده خارج المنزل، مسافة لا تقل عن مترين، ونشرح لهم ليش هاي المترين. صح. وليش أنا ما لازم ألعب مع الباقين مثل ما أنا كنت ألعب مثلا قبل، ليش مثلا أنا لازم أحافظ على هاي المسافة بيني وبين الآخرين. والنقطة الثالثة جدا مهمة أن احنا نعلم الأطفال الطريقة الصحيحة لغسل يديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. هاي المعلومة جدا مهمة، فيه يعني دراسات تقول فوق 20 ثانية فما فوق. يعني هي الفكرة مو بس إن إحنا بس نقول لكم 20 ثانية، لا، 20 ثانية هاي مبنية على دراسات معينة. صحيح. وإذا ما عندك الماء والصابون تستعمل الجل المعقم، وتتأكد إنه يحتوي على نسبة لا تقل من الكحول عن 60% وطالع. فهاي 3 نقاط جدا مهمة أثناء خروجكم من المنزل. وبعد لازم إحنا نحرص على بعض النقاط الضرورية. إذا إحنا رحنا لمكان وشفنا هذا المكان مزدحم شوي، ما فيها شيء إذا إحنا غيرنا خطتنا ورحنا لمكان أقل ازدحاما. صحيح. إحنا راح نستانس في وقتنا أكثر، وبعد إحنا كذي بنحافظ على سلامتنا بعد. فإذا حسينا المكان هذا شوي مزدحم فإحنا نغير الخطة ونروح مكان أقل ازدحاما، وأثناء تواجدنا في ذاك المكان نحرص يعني على التباعد ونحرص أن نتبع إجراءاتنا. وهذه يعني باختصار أهم الإجراءات اللي الواحد لازم يتبعها أثناء خروجه من المنزل. صحيح. دكتورة، أيضا أنت تطرقتي لي يعني جانب مهم جدا، بأن يعني تغيير الجو الحين وأصبح يعني درجات الحرارة جميلة، والواحد يحب أنه يعني يأخذ عياله سواء للبر أو لبعض الأماكن، فهل تشوفين دكتورة يعني في أماكن أنتوا تنصحون بعدم الذهاب إليها بالنسبة لي يعني إذا قلنا الطلبة أو الأطفال؟ يعني أنا ما أقول في مكان معين لا تروحونه، أنا دائما أقول يعني إحنا نفضل الجو جميل فإحنا نروح في الأماكن المكشوفة، وإحنا نحرص أن هذا المكان اللي إحنا رحنا له ما يكون مزدحم بالناس. حتى لو إحنا مثلا اخترنا مكان مغلق ما فيها يعني ما في مكان إن لا تروحونه، ولكن لا تروحون المكان المكتظ بالناس المزحوم بالناس. هذا هو المكان الوحيد اللي أنا أنصح الناس إن ما يروحونه. إذا شفت مكان مغلق في عدد مناسب من الناس، ما في ذاك الزحمة، ما فيها إشكالية، لكن يعني الحين نستغل الجو الجميل ونختار الأماكن الموجودة في الهواء الطلق. نعم. دكتورة، أيضا يعني يعني هناك الكثير من الأنشطة وهناك الكثير من الفعاليات، وأيضا مثل ما تكلمنا بأن الأجواء جميلة، الناس ممكن تطلع للأماكن المفتوحة. أكيد يعني دكتورة أولياء الأمور يعني سواء الأم أو يعني الأب أو حتى أفراد الأسرة أكيد لهم الدور التوعوي على أولياء الأمور، لو نتكلم فيها دكتورة أكثر خلال هاي العطلة. لازم احنا نذكر اولياء الامور ان ما زالت الجائحه موجوده، وما زال يعني خطر الاصابه بكوفيد 19 موجود. صحيح. لازم هذا الشيء يتذكرونه دائما. مو معناته ان القيود ما صارت مثل قبل معناته ان احنا تخلصنا من الجائحه، ولكن الحين احنا صرنا معتمدين بشكل كبير على وعي المجتمع وعلى المسؤوليه المجتمعيه. دورك أنت كولي أمر أنه لازم أولاً تثقف نفسك وتعرف كل الإجراءات وتعرف كل القوانين اللي صادرة، وتكون على علم ويكون عندك وعي وتعرف كل التحديثات اللي تصير في هاي القوانين، وبعدين هذا الوعي أنت تنقله لأطفالك باللغة المناسبة لعمرهم وثقافتهم. يعني أنت أولاً توعي نفسك وثانياً تنقل هذا الوعي لأبنائك، ولا تستهين أن تقول أن هم صغار شي فهمهم، لا بالعكس أطفالنا جدا أذكياء وقادرين أنهم يستوعبون هذه المعلومة. بالعكس إحنا صحيح. يوم نشرح لهم الوضع هذا راح يخفف عليهم من التوتر والقلق. أنت يوم تشرح لطفلك ليش مثلا أنا ألبس كمامي، ليش أنا أغسل إيدي، بالعكس هو راح يكون أقل توترا يعني، وما راح يصاب بذاك الخوف. أو يعني يوم أنت ما تعرف الشيء
والشيء يكون لك مجهول، فهذا الشيء راح يخوفك بزيادة. فوعيك مهم، وتنقل وعيك لأبنائك. صحيح. أيضا دكتورة، يعني الجانب الثاني اللي أنت ذكرتيه وتكلمتي فيه، بأن يعني هناك ممكن الواحد يستغل ساعات وجوده يعني داخل البيت. لو نتكلم دكتورة أكثر في هذا الجانب، يعني كيف يعني يمكن إشغال وقت الطلبة خلال العطلة هاي أو العطلة هاي لتفادي كثرة الخروج من المنزل، الأنشطة؟ وطبعا أكيد أنتوا دكتورة دائما تحدثتوا في هذا الموضوع، وتحدثتوا أيضا في برامج كثيرة وأنشطة ممكن يعني أن يعني تم استغلالها داخل البيت. إحنا نقدر نسوي جدول معين للأطفال حسب كل بهوايته، اللي يحب الرسم، اللي يحب مثلا أنواع معينة من الرياضات الجسدية. صحيح. اللي يحب مثلا يتعلم هواية جديدة، هاي كل الأشياء صارت جدا متوفرة، ووايد من الأشياء عبد الله صارت أونلاين. فإحنا نقدر مثلا نشرك أطفالنا في كورس معين يتعلمون مهارة جديدة، إذا هم من النوع اللي يحبون الرياضات الجسدية، إذا كان المنزل يسمح خلوهم يمارسون رياضتهم في داخل المنزل، إذا كانوا يحبون الرسم نحرص على أن نشتري لهم الأغراض المناسبة عشان يطورون هاي الهواية عندهم. يعني في كثير من الأنشطة الداخلية والخارجية اللي هم يقدرون يعني يمارسونها بدون ما هم يضطرون يروحون مثلا للأندية وما إلى ذلك. صحيح. دكتورة هند، عندنا دقيقتين وضروري جدا نتحدث قبل لا ننهي الفقرة هاي عن الزيارات، يعني زيارات الأقارب خلال العطلة، وشو تنصحون دكتورة أنتم من جانب التثقيف؟ ونحن تكلمنا اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعرفين خلال الفترة هاي يعني أكيد في زيارات يعني بين الأقارب. يعني احنا نحاول نتذكر ان الاقارب اللي احنا بنزورهم في منهم كبار في السن، في منهم اللي عندهم الامراض المزمنه، في اللي من عندهم مناعتهم ضعيفه، فاحنا دائما نحاول نذكر ان احنا ايضا مسؤولين عن صحتهم وسلامتهم. اذا ما كان لداعي من هذه الزياره فاحنا نحاول ان ناجل هاي الزيارات لما بعد الجائحه. اذا احنا يعني سوينا هاي الزيارات، طبعا احنا دائما نقول الزيارات لازم تكون مقصوره بعدد معين من الناس، ما نتجنب التجمعات الكبيرة، يعني نقصرها بعدد معين ونتبع كل إجراءاتنا الاحترازية أثناء هذه الزيارات. نعم. دكتورة هند العوضي، ما قصرتي، شكرا لك صراحة على المعلومات القيمة، وشكرا لك ولفريق عملك المبدع، واللي دائما يعني دكتورة عملكم بخصوص موضوع التوعية مهم جدا وبالأخص في هاي المرحلة. شكرا لك دكتورة هند، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا. تسلم عبد الله، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة هند العوضي، مهم جدا جميعا لنا كلنا جميعا الحقيقة دائما نكون على علم بالنسبة للتحديثات في الإجراءات والقوانين الخاصة ب يعني الوقاية لكوفيد 19. لابد أن نكون على علم بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية لهذه الأمور. مخرجنا يبانا نطلع فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، وبنكمل برامجنا إن شاء الله. عندنا مصطلح طبي لاستسقاء الدماغي، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لفقرات برنامجنا مستمعينا ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم، الاستسقاء الدماغي.
وهو تراكم السائل في التجاويف بصورة عميقة داخل الدماغ، ويزيد السائل هذا من حجم التجاويف ويضع ضغطا على الدماغ. عادة يتدفق السائل الدماغي النخاعي عبر التجاويف ويغسل الدماغ والعمود الفقري، لكن الضغط المفرط من السائل الدماغي النخاعي المرتبط بالاستسقاء الدماغي يمكنه إتلاف أنسجة الدماغ والتسبب في حدوث مجموعة من الإعاقات في وظيفة الدماغ. ولكن يمكن أن يحدث الاستسقاء الدماغي في أي عمر، لكنه يحدث بشكل متكرر بين الأطفال والكبار فوق 60 عاما، ويمكن أن يستعيد العلاج الجراحي للاستسقاء الدماغي مستويات السائل الدماغي النخاعي في الدماغ والاحتفاظ به. وبعد مصطلحنا الطبي إلى فقرة التغذية، واليوم مستمعينا بنتكلم عن أو بنتعرف على الدهون. ومثل ما تعرفون بأن معظم الأطعمة مستمعينا تحتوي على أنواع عديدة ومختلفة من الدهون، منها طبعا الدهون المفيدة للصحة، ومنها أكيد هناك دهون غير مفيدة للصحة التي ربما تضر بالصحة بشكل عام إذا تم الإفراط في تناولها. خلنا نسمع أكثر ونتعرف أكثر عن أنواع الدهون مع الأستاذة عبير عبد الله، أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عبير صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ الله يحييك أستاذة عبير. طبعاً إحنا اليوم موضوع الدهون مهم، بنتعرف معك أكثر، تعرفينا عن يعني الدهون بشكل عام وأنواعها. أيوة، هو لا مثل ما أنت تفضلت حضرتك إنه الدهون فيها أنواع، فيها المفيدة غير المفيدة. إجمالا الناس أكثر الوقت تحسهم بيخافوا من الدهون أو من تناول الدهون، أو دائما ماخذين فكرة إنه الدهون سيئة، فلازم نحن نقدر نميز بين الدهون الجيدة الدهون السيئة. نعرف إنه الزاني إن ناكل كمية محددة من الدهون، يعني ما بينفع نحن نقعد من غير دهون أبدا. سبحان الله، كل شيء خالق ربنا في له فائدة، فما بينفع نقول أنا ما بدي أكل دهون مثلا، ما أكل دهون بالمرة. هي فعلا بتزيد الوزن أو بتأثر على الوزن، بس في هذا الشيء اسمه الدهون الأساسية اللي هي بيحتاجه الجسم لكثير من الوظائف. صحيح. فالإنسان اللي بيتجنب الدهون نهائيا هاي بيكون يعني مضر أكثر ما أنه مفيد. الفرق بيكون بنوعية الدهون اللي بنتناولها. نعم. فعنا الدهون قلنا كتير، في دهون مضرة، الدهون المتحولة اللي بتكون هي مثلا المقلية أو المصنعة، كتير الأكل المصنع، المعلبات، المصنعات بيكون فيها دهون مشبعة أو متحولة، فهي الدهون بنحاول نتجنبها. مثلا الأجبان اللي بيكون لونها كتير أصفر بيكون فيها كتير دهون مشبعة، هاي بنحاول نخفف منها. بنحاول ناخد الدهون الموجودة اللي فيها الأوميجا 3 الأوميجا 3 مثلا، موجودة بالأسماك الدهنية، موجودة بالمكسرات مثل الجوز اللوز، بس بشرط إنها ما تكون محمصة، يعني المكسرات النيئة، لأنه هاي الدهون هي مفيدة بس لما نحمصها أو نحطها على حرارة عالية تتحول لدهون مضرة. فهي هاي الدهون لما نتناولها هي مفيدة للقلب، مفيدة لصحة القلب، بالعكس ما بتزيد الكوليسترول، بتزيد نوع الكوليسترول الجيد اللي هو بيحارب الكوليسترول المضر. صحيح. بس كيف نتناولها، كيف نوعيتها تكون؟ في أشياء كمان فيها الدهون المفيدة، مثلا زيت الزيتون موجود بكثرة عنا بالأكل، الأفوكادو مثلا، أنواع الدهون الجيدة. الأشياء اللي بتكون مثل ما قلنا قبل المشبعة أو الصلبة، الدهون الصلبة اللي بتكون زبدة سمنة، دائما هاي بتكون فيها كمية الدهون المشبعة اللي هي مضرة أكثر كبيرة، فبنحاول قد ما فينا هاي نتجنبها. صحيح. أستاذ عبير، أيضا يعني مثل ما أنت تفضلتي عفوا في البداية بأن يعني الدهون متنوعة، والدهون أيضا مثل ما تفضلتي مفيدة للجسم الإنسان، لابد أن يكون عنده ومفيدة وضرورية بالغذاء اليومي، ما في شيء اسمه نتجنب الدهون صحيح. نهائيا. صحيح. المهم المهم استاذة عبير اللي انا ابغي يعني اوصل لمستمعينا الاعزاء، الكميه اللي يحتاجها جسم الانسان ضروري ان نعرف نحن ما هي الكميه، لان تعرفين عندنا وجبات نحن استاذة عبير، عندنا الافطار الغداء والعشاء، وخلال هاي الوجبات اكيد في بعض الاطعمه اللي هي قد تكون صحيه ايضا فيها الدهون، فكيف يقدر الانسان يعرف انه خلاص اليوم اخذ حصته الكافيه من الدهون الحميده؟ يعني لنقول مثلا على
هلا الحصص الغذائية شوي صعب أشرحها. هو تقريبا لنقول 20% من الغذاء اليومي فيكون مسموح منه من الدهون. لنقول مسموح لك مثلا 2000 سعرة حرارية باليوم، نعم. 400 منهم ممكن تكون من الدهون، يعني ممكن مثلا ياخذ على الغداء مع السمك، لنقول اكل السمك شوي معلقتين زيت زيتون بالخضار او بالسلطه. الصبح فينا ناخذ مثلا جبنه او اي شيء مشتقات حليب قليل الدسم، مثلا حصه واحده لنقول قطعه جبنه او كوب حليب او كوب روب. المكسرات مثلا 5 ل10 حبات باليوم. هلأ شوف، الدهون المفيدة كثرتها ما بتضر، بس هي لأنه بتأثر على الوزن. تحراش بتقوليني ضر؟ لا ما بتضر، هي اسمها دهون مفيدة. صحيح. بس هي بالنهاية فيها سعرات حرارية كثير، فاللي بيكون عم ينتبه على وزنه بده ينتبه عليها. بس الإنسان ما عنده مشكلة مع الوزن لو أكلها بزيادة، يعني ما بتأثر، ما فيها أي ضرر، بالعكس كلها فائدة. صحيح. أستاذ عبير، عطينا نصيحة أخيرة توجهينها لتفادي أضرار الدهون. هو لتفادي أضرار الدهون مثله مثل أي أكل، الاعتدال كثير شغلة مهمة. دائما الإنسان ما يبالغ، لا يبالغ بتقليل الأكل ولا بزيادة الأكل. صحيح. مثل ما أنه بضر أحيانا أنه نزيد كميات الأكل، أحيانا كثير ثانية أنه نقلل كثير كمان بيكون مضر. فدائما سبحان الله خير الأمور أوسطها، أحسن شيء يكون الواحد معتدل دائما. صحيح. ويركز على النوعية. نعم صحيح. الأستاذ عبير شكرا لك، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. شكرا. ومثل ما تفضلت الأستاذ عبير بأن التوازن في أخذ الدهون ضروري جدا. مستمعينا الأعزاء، ننتقل معاكم إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وفقرة التقنيات الحديثة. ودائما مثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي على استقطاب أحدث التقنيات العالمية وتوظيفها بمختلف منشآتها ومرافقها الصحية بشكل عام، وخاصة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. عرفنا اليوم تكون معنا أخصائية وقائد فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، الأستاذ خلود عبد الله آل علي. أستاذ خلود، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بالخير والنور أستاذ عبد الله. مرحبا أستاذ خلود. اليوم طبعا نحن وكل ثلاثة نتكلم عن التقنيات الحديثة بهيئة الصحة بدبي، ومثل ما قلنا أن دائما هيئة الصحة تحرص على استقطاب هاي التقنيات الحديثة العالمية قد تكون توظيفها طبعا في مختلف خدماتها. اليوم أستاذ خلود نتكلم معاك عن تقنية حديثة للتعقيم، ونتحدث عن أحدث تقنيات التعقيم التي تتطلعون لاستقطابها إلى هيئة الصحة بدبي. أوكي. التقنية هذه هي عبارة عن روبوت متحرك يعمل بمدى 360 درجة باستعمال الأشعة الفوق بنفسجية. الأشعة تقوم بقتل الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الميكروبات الموجودة. ونحن عندنا في هيئة الصحة تقريبا 7 روبوتات من هالنوع نستخدمها في تعقيم المستشفيات عندنا. بس الشرط الوحيد أن أثناء عملية التعقيم إذا أنا بعقم الغرفة أو الممر يشترط عدم تواجد أي شخص أثناء عملية التعقيم، لأنها تعتمد على استخدام الأشعة الفوق بنفسجية، مو بزين أن الشخص يتعرض لها دايركت. نعم. وأيضا أستاذ خلود عن يعني نتحدث عن آلية عمل هذا الروبوت لتعقيم الممرات. الروبوت هذا مزود بنظام، النظام هذا مثل الجي بي اس، أنا أقدر أحدد فيه بالضبط شو المكان اللي أنا أضع عقمه، أحط إحداثيات مثلا سواء كانت غرفة مريض، كانت ممر، كانت غرفة اجتماعات، أحط المعلومات هذه في النظام الموجود في الروبوت، وأدخل الروبوت مثلا الغرفة وأسكر الباب. نعم. عقب الروبوت نفسه يتحرك في الغرفة يعقمها، وعملية التعقيم هذه تستغرق تقريبا من 10 ل15 دقيقة، يكون معقم كل شيء ويقدر يوصل للجدران، الأسطح، حتى تحت الطاولات. يعني في أماكن ساعات العمال نفسهم أثناء عملية التنظيف ممكن ما يوصلوا لها يعني بالطريقة الصح. صحيح. لكن الروبوت هذا يقدر يغطي المنطقة كاملة بس في 10 لربع ساعة.
نعم. 10 دقائق لربع ساعة. وأيضا أختي خلود مهم طبعا نحن نتحدث عن مؤسسة صحية وهناك يعني بعض الأماكن ممكن يصعب على عامل النظافة أنه يعني يوصلها في أماكن حساسة وأماكن مهمة، فأكيد يعني هذا الروبوت يقدر يوصل لهاي الأماكن المهمة. صح، وبعدين قبل مثلا ما يسوي الروبوت عملية التنظيف هذه نحن نقدر ناخذ مسحة على المكان، نشوف مثلا نسبة الميكروبات الموجودة في المكان، وبعد ما يخلص العملية عملية التنظيف تقدر تاخذ مسحة من أي سطح في المكان وتشوف، راح تشوف في فرق إنه حتى مثلا لو كانت نسبة الميكروبات 20% بتشوفها بعد التعقيم مثلا وصلت لـ2 ولا 1%. فأنت حتى ممكن تقدر تتأكد في طرق تتأكد هل هو الروبوت اشتغل بالطريقة الصح أو لا. هل نعم تفضلي يا أختي خلود. ويقدر يعني تعرف يعقم مساحات كبيرة، يعني مش إنه بس موقف على غرف صغيرة، لا تقدر تحطه في غرف كبيرة، مساحات، ممرات. صح. ويقدر يعقم عادي يعني. نعم. والحقيقة يعني جميل في الموضوع مثل ما ذكرت أختي خلود بأنه ليس فقط يعني تعقيم وتنظيف، وإنما أيضا يعني ممكن معرفة يعني نسبة التعقيم، لأن هذا مهم. نحن في الغالب يعني ينظفون ويعقمون ويستخدمون معقمات وأمور يعني تعقيمية، ولكن يمكن يصعب معرفة يعني بعد التنظيف كم تم يعني تنظيف المكان وتعقيمه من الميكروبات. صح، وبعدين اللي ينظفون مثلا الكلينر هم في النهاية يعني بشر. صحيح. والبشر أوقات ممكن ينسون، أو تعرف مثلا في أماكن ممكن ما يوصلوا لها حتى. صحيح. وهالتقنية لا تتأكد أن كل شيء صار 100% والتعقيم تم بالطريقة اللي الجهة أو الشخص يبغي يسويه. صحيح. طبعا مثل ما ذكرتي اختي خلود بان يحتاج هذا الريبوت بان يتم اعطائه مثلا برنامج معين ومعلومات معينه على اساس انه يعني مثل ما تفضلتي المساحه اللي بيعقمها او الاماكن اللي بيعقمها. صح. نعم. لو نتحدث معك اختي خلود اكثر عن مجالات والاماكن استخدام هذا الريبوت. مجالات التطبيق وايد، يعني ممكن استخدمها في وايد مجالات من المستشفيات والعيادات. أكثر مكان أنا محتاجة أعقمه حاليا مثل ما أنت ذكرت في وضع الجائحة اللي نحن فيه، وبعد الحين الجائحة اللي نحن فيها محتاجين التعقيم في أماكن ثانية غير المستشفيات والعيادات، منها المدارس، المكاتب، الوحدات السكنية، المولات أيضا، بالإضافة للمرافق التعليمية. صحيح، فمجالات مثل ما انت تفضلتي ان كثيره، ونحن دائما نقول بان طبعا في المؤسسات الصحيه لها يعني ميزه تختلف عن الاماكن الثانيه، فاكيد يعني الريبوت هذا بيكون يعني مهم جدا استخدامه في المؤسسات الصحيه. اختي خلود يعني لو نتكلم معك عن مميزات هذا الريبوت. الأول ميزة أن الروبوت يتحرك بشكل تلقائي دون الحاجة للتدخل البشري. التدخل البشري بس راح يكون في أول ستيب اللي هو لما أدخل بيانات المكان، وبعدين خلاص الروبوت يتحرك بشكل تلقائي بدون أي تدخل بشري. الميزة. صحيح. الثانية اللي ذكرتها قبل أنه ممكن يغطي أكبر وأفضل مناطق، يعني يغطي مناطق أكبر أثناء عملية التعقيم. وبعدين الروبوت أيضا مزود بخاصية أن أنا مثلا أقدر أعيد عملية التعقيم في نفس المكان بدقة عالية وبنفس الدقة، يعني مثلا عقمت المكان أقدر أعيد نفس التعقيم بدون ما أنه يكون في خوف أن مثلا عملية التعقيم الثانية ما تكون بنفس مستوى العملية الأولى. لأن تعرف هو جهاز مبرمج فبعيد عملية التعقيم بنفس المستوى. الميزة الثالثة أن في أماكن مثل ما سبق ذكرتها صعب على الناس أوقات يعني يشوفونها بالعين المجردة أو صعب أن يوصلوا لها. صحيح. الروبوت هذا يقدر يغطيها، بالإضافة لأنها راح تقلل العدوى وتحسن الرعاية الصحية، يعني حتى العدوى اللي ممكن تنتقل للطاقم اللي يقوم بعملية التنظيف راح تقل، لأن مثلا الروبوت راح مثلا يسوي عملية التنظيف وراح يقل التدخل البشري أثناء عملية التعقيم. صحيح. هاي من أكثر المميزات اللي تخص الروبوت.
جميل. وأيضا مثل ما ذكرتي خلود بأن يعني إعطاء التعليمات والداتا والمعلومات للريبوت على أساس أنه يشتغل مثل ما تفضلتي بأن ممكن أنه يعيد يعني تعقيم المكان أكثر من مرة، هل هو بناء على يعني هو بروحه ممكن يعرف أن هاي المكان كم نسبة التعقيم وصلت يرد مرة ثانية يعقم، ولا أنه يعني مرة ثانية يحتاج بعد إذا لأن بعد ما يسوي لك يعني بعد ما يخلص عملية التعقيم يوصلك، لأن في آيباد مثلا صحيح. أو أبليكيشن يوصلك يقول لك أنا عقمت بهالنسبة صحيح. إذا أنتوا تبغون تعيدون التعقيم مرة ثانية يروح يعيد يعني تحط مثلا تختار أوبشن يس وبيرد يعقم لك المكان نفسه مرة ثانية. كم أختي خلود يعني المدة اللي ممكن يعني يعقم فيها هذا الريبوت الأماكن؟ لأن إحنا قلنا إن مجالات يعني وأماكن استخدامه كبيرة جدا سواء في الممرات أو في الأقسام. من 10 دقائق لين ربع ساعة. عشر دقائق لين ربع ساعة. بس طبعا إذا أنت حطيته في مساحة جدا جدا كبيرة ممكن شوي يطول، يعني مثلا لو ساحة مول هاي ممكن تطول أكثر. ياخذ راحته يعني. مو بلهالدرجة يعني، بس حاطين التايم لاين ماكسيموم 10 لـ 4 ساعة، لكن طبعا إذا بتحطه في مساحة جدا كبيرة بيطول، لكن مو بنفس لما تحط أمال ينفون. صحيح صحيح. وأنت ذكرتي يعني نقطة الحقيقة مهمة جدا بأن يعني مرات عامل النظافة ممكن يعني ما يوصل لجميع الأماكن، قد تكون أماكن يعني أيضا مهمة، ولكن الريبوت هذا ممكن أنه يوصل في أماكن يعني مهمة وأماكن حساسة وقد يكون فيها يعني بكتيريا فيتم تنظيفه بشكل صحيح. ومثل ما ذكرنا يعني والأشعة توصل كل مكان. صحيح. بعكس مثلا عمال النظافة لما يجون يستخدمون المنظفات. صحيح. كلمة أخيرة أختي خلود تحبين تعطينها مستمعين الأعزاء في هذا الموضوع؟ اللي أبغي أقوله إن نحن في الصحة في دبي نحاول قد ما نقدر إن نجيب كل التقنيات الحديثة اللي تساعدنا بإن الخدمة حق المتعاملين عنا الطريقة تخليهم يعني سعيدين ونخفف من خطر. أو تعرف الحين كل حد يعني خاف من المستشفيات وشي بسبب الجائحة اللي نحن فيها. نعم صح. بس نحن في الهيئة حاليا نحاول نجيب كل التقنيات اللي تسهل وتخفف على المرضى والمتعاملين. صحيح. نحن طبعا مثل ما ذكرنا يعني قبل ناخذ الفقرة أختي خلود إن كل ثلاثة عندنا يعني فقرة خاصة عن التقنيات الحديثة، وطبعا فريق العمل وفريق المستقبل في الصحة بدبي انتم دائما معنيين ب يعني ايجاد حلول ذكية ويعني استقطاب تقنيات حديثة عالمية وتوظيفها في مختلف منشآت هيئة الصحة بدبي. طبعا هاي التقنيات لا تختصر يعني فقط على جانب معين، ولكن اختي خلود انتم دائما تطرقون لي يعني كل التقنيات الحديثة اللي يعني تكون ضرورية بأنها تكون موجودة بهيئة الصحة بدبي. نعم. أختي خلود، خلود عبد الله آل علي، أخصائي وقائد فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك على عملكم الحقيقة الجبار وعلى استقطاب هاي التقنيات العالمية وتوظيفها أيضا بمختلف منشآت ومرافق هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. وكل الشكر لكم بعد على استضافتكم لي اليوم. العفو، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد فقرة التقنيات الحديثة وتعرفنا اليوم بالريبوت المعقم الخاص اللي بيتم استخدامه في منشآت هيئة الصحة بدبي، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، شكرا لك، وشكر جزيل لمخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.